باش نعملوا رفيسه. باه رفيسه. رفيسه هي برشا عندها برشا تسميات، اما رفيسه سورتو في الكيف يعملوا الشمال الغربي. اي احنا باش نعملوا الرفيسه اللي بالسميد ومن بعد تتعجن مع الدقله المرحيه. بعد نعملوها كعب. كعب راهي باش كعب لوحدها. نحطوا فيها فاكهه باش نخشخوا حاسيلو. باهي. دونك بالنسبه للرفيسه نوال باش نحمروا السميد نتاعنا نتاع ليبيدور. السميد نحطوه لهنا باش نحمروه على الغاز. السميد باش نحمروه ومن بعد باش نحيوا الدقله. باهي. وبعد ما نحيو الدقله ونحمروا السميد نخلطوهم مع بعضهم ونزيدوهم 100 غرام جديد. حبيا. ومن بعد نزيدوهم الفاكهه نتاع دار بن قايد حسين. ونخلطوهم بالكدا ومن بعد نعملوهم كعب صغار. عندي لهنا الرفيسه باش نكمل نحيها. الدقله نتاعي باش نكمل نحي التمر نتاعي. دقله تمر. دونك نكمل الكونتيتي اللي قعدت تاع الدقله. بالطبيعة للرحية متاع الدقلة باش نستعمل ماشين يوفسا فيسا فيسا. الماشين يوفسا باش ترحي لي التمر. ما نرحيوهاش برشا برشا الدقلة، نخليوها فيها مكعبات كبار شوية ونخلطوها مع السميد اللي حمرناه، سميد نتاع ليبيدور. ماشي باهي. بالطبيعة عملنا للسهرية وللقاعدة من بعد شقان الفطر عملنا رفيسة. رفيسة سهلة 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 برشا على الآخر. دونك حمرنا سميد نتاع ليبيدور على الغاز، حمرناها بالكدا وخذينا 500 غرام دقلة مع السميد اللي هو 250. دونك اشترى الكونتيتي نتاع الدقلة سميد. الدقله رحيناها بالماشين يوفزا نتاعنا، رحيناها ما رحيناهاش كالعجينه، خلينا فيها خلينا مكعبات صغار وخلطنا السميد نتاعنا محمر. دونك خذيت لبست الكون وحركتهم زوما بعضهم وزدت عليهم 100 غرام نتاع جديده جديده ذوبتها في الميكرو اوند ومن بعد حركتهم بالكدا باش نشخشخوها وتولي بنينه. زدنا الفاكهه من الفوق نتاع دار بن قايد حسين. الفاكهه كونكاسي بعد ما خذيت معني وليت عندي لاباري حاضره نتاع الرفيسه كعبرتها وبعد حطيت في الفاكهه نتاع دار بن قايد حسين وكيك شويه زينتها بالبيستاش. وهكا يكون عندنا ديسير هايل وصحي وبنين.